جينا في 2015 أستاذ، مشينا لتركيا، من تركيا قطعنا البحر اليونان تمينا غالي هنغاريا النمسا توصلنا اللهم حدادات، كنت مغادنا في الحدود الغابة والصخارة والديابو السكة ديال التران مشي دوش في التران خاوي. أصعب حاجة هي نرطحوا لي حوايجي في البحر وما بقاوش عندي الحوايج، وكان البرد والشتا وانا ما عندي والو، ومشاو لي حوايجي في البحر والغابة والبرد، تتلاقيت مع ولاد الدرب المساكن عطاوني شي حاجة. حياتنا كلشي شافو داكشي تم دوزو كنهربو في الاخر، شد لك اب اب رجع في الطيارة دغيا، تدار 8 ايام ديال الطريق شاد ساعتين تلقى راسك في البلاد، والبلاد ما باغاناش. ملي قالوا لي رجع حسيت براسي غندمر، وعرفت راسي غندمر. كلشي تيلومك حيت ما عمرهم شافوا شي حاجه هما، لا واش فهمتي، ما عاشو حتى 24 ساعه اللي كون بلاد ما عاشت 24 ساعه اللي راه يهرب، الناس راه رجعت في الطريق كاع ما كملاتش، شافت الحقيقه في الطريق ورجعت. حنا هضرنا 3 سنين ونص انا وهاد السيد هذا اللي حداه، و تيقول لك بنادم اكو كنت انا كون ما عرفت شنو درت. في المغرب لا والو، ما حصلش حتى شي دعم، كان عايش في المغرب داكشي مشيت الليل كاين والو، كاين لا حياه لا والو، اللي كديروا اليوم كتعاودوا غدا، ما كايناش خدمه تنبروا على راسي. انا رجع عني للرماش، اي واحد راه قطع عنده تدراع ان شاء الله غنمشي نرجعوا لالمانيا ان شاء الله. الحلم ديالي في المغرب هي ندير اسره، شو هاد راه حقوق ديالنا حنا، ولاو عندنا حلم دير اسره وتعيش زوين وتكون عندك شي خدمه ديالك، صافي راه حقوق حنا في المغرب كان حلم عندنا.